صباح الخير. نتواجد هنا في العاصمة القطرية الدوحة بعد نهاية مباراة الفريق الوطني أمام كرواتيا. سعداء جدا أن نتقاسم هذه اللحظة مع واحد من كبار كرة القدم الوطنية، أعتبره كبيرا وسيظل كبيرا، نجم سابق للفريق الوطني مبارك بوصوفان. مبارك، سعداء جدا أننا نتلقوا معك هذه المرة هنا في الدوحة، وأكيد أنك سنتي الفريق الوطني يوم أمس. نهار كبير هذا. شكرا. اليوم نهار كبير هذا، جينا هنايا باش نساعدوا المنتخب. ايوا فرحانين بهذا اليوم، ان شاء الله يكون نهار الحد نهار احسن لنا. مبارك، البارح اللعابه كانوا اون فورم، الحمد لله تعادل امام كرواتيا، تعادل مهم. كرواتيا الفي شامبيون دو موند، كرواتيا ماشي منتخب سهل. كيف شفتي اللعابه؟ اكيد انك تواصلتي معهم، هضرتي معهم، كيف بان لك الماتش تاكتيكمون البارح كونت لا كرواتيا؟ Le match était pour moi très très bien. Tactiquement, le boum zian, daf oum zian. J'ai pas eu l'occasion bzaf, mais il a été chouf. Drari, le boum un match tactiquement très costaud. Mais je suis contre une équipe lissah, la Croatie. On a fait un peu de boum, et Inch'Allah, on a fait un peu de boum, on a fait un peu de boum. مبارك بوصوفه، كيف ما كتعرف عماد الصديق المقرب ديال روميلو لوكاكو، كيف ما كنعرفوا العلاقه ديالهم من الايام ديال تشيلسي، روميلو ما يكونش كونت لا بلجيك. مبارك بوصوفه نجم سابق لنادي اوندرليخت، مبارك كنعرفوا الايام اللي دوزت مع اوندرليخت، كنعرف كره القدم البلجيكيه، شنو هما دوك لي بسي ديتاي اللي نقدروا نلعبوا عليهم كونت لا بلجيك ان شاء الله باذن الله؟ البلجيك معروفه في العالم، اللعب ديالهم معروف معروف. انا ظنيت عندهم لاعب بحال كيفين دي براون اللي يقدر اللي خصنا نحضو. عندهم كاراسكو بيريز، عندهم شي لعابه تيلمانز اللي خصك تحضيهم. مي انا تايق في هذا المنتخب بلحقاش، الا جيتي تشوف لعبنا على اللعابه بحال كوفاسيتش ومودريتش ودراري لعبوا مزيان وكانوا واجدين. والبلجيكيين بيان سور عندهم المنتخب ديالهم معروف، وحنا عارفين النهار الحد اللي يكون غادي يكون مهم هو النتيجه ان شاء الله، ونتمنوا لواحد النتيجه تكون مزيانه للمنتخب. ما طولوش عليكم مبارك، ما نساوش كندا تاهي، شفتها البارح كونت لا بلجيك، كيف بان لك ليكيب ناسيونال ديال كندا؟ لا صراحه كل شيء، الفريق اللي تاهلوا لكاس العالم راه كتشوف شكون. الجابون ربحت البارح من المان، السعوديه ربحت من الارجنتين، دونك كلشي عنده الكاليتي، وما كاين حتى شي واحد ولا حتى شي فرقه اللي تجي وتشوفها وتقول هذه راهي ناقصه ولا هذه راه ندوزو عليها بالزربه. داكشي ما ظنيت، هذا الكاس العالم والكره كتقدم وفي كل بلاصه كيتقدموا. ودابا داكشي علاش كنقول لك اي مباراه اللي كتلعب في الكاس العالم كتكون مهمه. اخر كلمه للجمهور المغربي اللي توحشك بزاف، اللي كيعزك بزاف، واللي عارف بالقدر ديالك وداك الشيء اللي عطيتي لكره القدم المغربيه. بغيت نقول لهم حتى انا راني متوحشكم بزاف، وكنسلم عليكم، وكنتمنى لكم الفرحه من في هذا الكاس العالم ان شاء الله، والسلام عليكم. شكرا مبارك، بارك الله فيك، ونشوفك قريب ان شاء الله باذن الله. كان معنا النجم الكبير مبارك بوصوفه مباشره من هنا من الدوحه.